كل تأكيد. طيب المهندس طارق أبي طارق الملة، من طارق أبي لطارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أن مصر هتتسلم أول شحنات النفط العراقية حوالي 2 مليون برميل نفط خام في يوم 12 مايو الحالي، وقال كمان أنه تم الانتهاء من تعبئة الشاحنات المصرية في ميناء البصرة وبدأت في التحرك لموانينا المصرية. الهيئة المصرية العامة للبترول كانت وقعت مفاوضاتها مع العراق من حوالي أسبوعين علشان توريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف بواقع 2 مليون برميل كل شهرين، والهيئة العامة للبترول بتحاول أنها تأمن احتياجاتنا احتياجات بلدنا من الوقود من خلال إبرام الاتفاقيات الحكومية لاستيراد النفط. وطبعا الهيئة كانت جددت اتفاقاتها مع مؤسسة البترول الكويتية لمدة 3 سنين تانيين علشان توريد برضو حوالي 1.5 مليون طن كل سنة من المنتجات البترولية، وحوالي 2 مليون برميل من الخام كل شهر علشان تكريلها في معاملنا المصرية. اسمحوا لي على هذا الامر، بينضم لي عبر الهاتف معالي وزير البترول السابق الاستاذ او المهندس اسامه كمال. يا اهلا وسهلا بك يا باشمهندس، مشرفني بكل تاكيد. اهلا بيك، مساء الخير. مساء النور يا فندم. شايف ازاي هذه الخطوه؟ زي ما بنتكلم في التسليح تنويع مصادر السلاح، بنتكلم برضو في البترول وتنويع برضو مصادر البترول. هي ان قطاع البترول المصري بتقع له مسؤوليه كبيره جدا تجاه الشارع المصري من توفير المنتجات البترولية، وخاصة ان احنا داخلين على مناسبات، داخلين على رمضان، داخلين على شهور الصيف، الى جانب مسؤولية اخرى وهي توفير هذا المنتج بسعر مناسب. وبالتالي فان هذا الخبر خبر سعيد جدا بالنسبة لي، لان احنا كنا بدينا المفاوضات ديت من فترة طويلة جدا، يمكن من سنة 2012، ولم نستطع ان نحقق فيها او نحرز فيها تقدم. لكن في الآونة الأخيرة استطاع زملائنا في قطاع البترول مع الأخ العزيز الوزير المهندس طارق الملا أن هم يبرموا اتفاق، وده الحقيقة ده إنجاز كبير جدا أن يبرموا هذا الاتفاق، لأن احنا عندنا طاقة تكريرية فائضة عن الحاجة غير مستغلة. غير مستغلة، شرائنا لمادة خام. نعم، غير مستغلة. غير مستغلة، احنا عندنا طاقة تكريرية توصل حوالي 35 مليون طن في السنة، احنا بنستخدم منها حوالي 27-28، فلدينا يعني طاقة تكريرية غير مستغلة نتيجة حاجتين. الحاجة الأولانية، ليس لدينا خام يكفي لتكريره داخل مصر، والحاجة الثانية انه بعض المعدات نتيجة تقادمها فبقت الكفاءة بتاعة الإنتاج بتاعتها انخفضت شوية. وبالتالي زي ما بنقول احنا شرانا للخام أفضل من شراء للمنتجات، ان احنا كنا بنعوض احتياجات السوق المصري من خلال شراء منتجات على طول. لما نشوف النهارده انه طن المنتجات يعني في المتوسط مع ارتفاع اسعار البترول في حدود 55 دولار دلوقتي، بنتكلم ان طن المنتجات في المتوسط في حدود 550 دولار. انت لما هتقدر تشتري خام الخام يعني بصورته الخام وتكرره هنا في مصر، فهيقف عليك اكتر من كده، يعني اقل من كده ان شاء الله، يمكن يبقى اقل 100 دولار ولا حاجه. فدي قصه بتبقى كويسه بالنسبه لنا، بنشغل بيها معامل التكرير بتاعتنا، بنرفع بيها الانتاجيه بتاعتنا، وامان كمان القيمة. امان كمان لطاقتنا واحتياجاتنا في الداخل. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. وبنقلل القيمه اللي هي بتروح في دعم هذه المنتجات بالعمله الصعبه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. المهندس اسامه كمال وزير البترول السابق، شكرا جزيلا.